بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي نتحدث حول معاني الآية 52-53 من سورة الفرقان، واليوم إن شاء الله نتكلم في المسألة اللي هي الآن مخذ اهتمام الناس، ما حصل في نيوزيلندا، وهو في الأصل لها علاقة بالآيات اللي كنا نفسرها، يعني هي تأتي ضمن تفسير الآية 52، قول الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقلنا انه به بيرجع الضمير الى القرآن. ثم الآية اللي بعدها: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. شو العلاقة؟ هو يعني لما يتم إن شاء الله التوضيح راح نلاحظ إنه ممكن نفهم اللي عم بيحصل في أوروبا وحصل في بلد زي نيوزيلندا من خلال تفسير الآيتين، وإيش علاقة مرج البحرين بقضية وجاهدهم به جهادا كبيرا. على أي حال، أولا أنتم بتعرفوا نيوزيلندا تقع في أقصى الشرق في جهة الجنوب، يعني بعد أستراليا، كمان بعد أستراليا، بعيدة جدا ومنزوية في العالم. نيوزيلندا طبعا لها نظام برلماني، ولكن تعد الملكة إليزابيث هي ملكة بالنسبة لهم. شو صلاحياتها الآن موضوع ثاني، لأنهم هم من ضمن ما يسمى بالكومنولث البريطاني، سواء كان نيوزيلندا أو أستراليا أو الآن هذول التنتين اللي فيهم في الموضوع، الثنتين ضمن الكومنولث، اتحاد الدول التابعة كانت لبريطانيا، وفي ناس دخلت بدون ما تكون تابعة إلا أخي، مش وقت الكومنولث، كومون ولث للي بيعرفوا انجليزي، كومون عام مش هيك، ولث كيف ما بتكون طيب مش مهم، ما هو مرات بتكون اصطلاحات وما لهاش معنى، وهي بتكون وراءها أغراض استعمارية، هذا موضوع ثاني. ملكة بريطانيا إليزابيث هي ملكة نيوزيلندا وهي ملكة استراليا لحد الآن. هو طبعا في نيوزيلندا في تقريبا 58% بروتستانت، مسيحيين بروتستانت، في استراليا في بروتستانت وكاثوليك 70% من استراليا، أكثر شوية من 70% بروتستانت وكاثوليك، ويغلب البروتستانت. طبعا بتقوم تقولوا لي شو الباقي، ما هو اصلا في سكان اصليين وفي تفاصيل في استراليا. قضية البروتستانت، طب هي كما هو معروف حركة البروتستانت جت كحركة اصلاحية لاصلاح المسيحية، هيك بيعتبروا انفسهم، سواء كان اللي ابتدأها لوثر او كيلفن فيما بعد برضو، و الفرق البروتستانتية كثيرة، يعني عندك مثلا إذا بدنا نأخذ إشي رئيسي بس بدون ما نفصل، في عندك المعمدانية هاي بروتستانتية، في عندك لاحظوا اللوثرية نسبة إلى إيش؟ لوثر، وفي نسبة لكلفن الكلفانية، تمام، وفي الأنجليكانية، عدة فرق معمدانية قلنا مش هيك،
هذه رئيسية في البروتستانت. على فكرة هو أحيانا منقول كاثوليك بروتستانت أرثوذكس، لكن كل هذا فيه تفرعات عجيبة وطوائف، طوائف يعني فرق فرقوا دينهم وكانوا شيعة، مش كثير، عجيب، لا تعد ولا تحصى. ولذلك صعب انك تحكي في البروتستانتية بكلمة واحدة لانهم فرق كثيرة، البروتستانتية الكاثوليك الأرثوذكس، لكن هذول يعدوا يعني فرق الأكثر انتشار، كاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، وهذولا كمان بتفرعوا. طبعا البروتستانت بشكل عام كمدرسة إصلاحية بيعتبروا أنفسهم إصلاحية في المسيحية، لكن زي ما قلنا تفرعت. هي البروتستانتية على فكرة أقرب للصهيونية، مش كل البروتستانت طبعا، بس لو بدنا نتكلم عن الفرق كاثوليك أرثوذكس بروتستانت، أقرب شيء للصهيونية بروتستانت، في الوسط كاثوليك، أبعد عن الصهيونية أرثوذكس. أرثوذكس هذا واقعهم. لكن أنت بتجد حتى في البروتستانتية في غاية التطرف لصالح الصهيونية، في غاية التطرف لصالح فرق، وهم فرق كما قلنا. طيب بس البروتستانتية على فكرة أكثر تحرر وإعطاء حريات من الكاثوليك والأرثوذكس، هذول اللي بيعطوا أكثر تحرر هم اللي أقرب كمان للصهيونية في الوقت نفسه، لكن هم نفسهم فيهم برضو ما يسمى بالمتطرفين يمينا، متطرفين يسارا، وسط إلى آخره، أشكال وألوان وفرق لا تعد ولا تحصى. طيب الآن اللي حصل أنه لاحظوا هذا الرجل اللي جاء، وطبعا ما إياكم تتصوروا أنه بيكون تصرف شخصي، لا ما هي هاي في جماعات ولها أهداف، لها أهداف. أنتم بتذكروا يعني هذا الرجل أول شيء جاء من أستراليا مش هيك؟ طب كان بإمكانه يشتغل الشغل في أستراليا مش هيك؟ ما هو أستراليا فيها مساجد، فيها مساجد برضو، فيها مسلمين، يعني ليش جاء من أستراليا لنيوزيلندا وبركب له يعني 2500 كيلومتر تا يوصل في الطيارة مش هيك؟ من أستراليا لنيوزيلندا، جاء من هناك. وبدي أذكركم في قضية حريق المسجد الأقصى في 21 آب 1969 مشانك بس، هاي كمان واحدة، 21 آب 1969، اللي روهان هذا اللي حرق المسجد جاء من أستراليا، برضو جاء من أستراليا، هذا اللي قتل جاء من أستراليا على سيدني، عفوا على نيوزيلندا، وذاك اللي حرق المسجد الأقصى في 69 برضو جاء من أستراليا. ولكن هذول الاثنين على فكرة كان لهم إقامات في إسرائيل، سواء هذا اللي قتل أو اللي حرق كان فيه. طبعا اللي حرق لعلمكم في النهاية طلعوا براءة، المحكمة الإسرائيلية اللي حرق الأقصى طلعوا براءة على أساس قال يعني نفسيا مختل وتفاصيل يعني، وخلاص هذه شغلة تهمة يعني خلاص ما انتهى. المهم استراليا اثنين، ثم اثنين لهم خلفية في المستعمرات وغيره الإسرائيلية، وجودهم يعني كان لهم وجود مستوطنات ومستعمرات إسرائيلية مش هيك؟ طيب يعني شو ممكن يكون في علاقة؟ ما هو في من المسيحيين من هم صهاينة أكثر من اليهود، دير بالكم، في هي مش بس صهيونية يهودية، لا ما في صهيونية مسيحية، والصهيونية المسيحية ممكن تكون أعنف من الصهيونية اليهودية، هذا انتبهوا هذا. ولذلك هو احنا بحاجة نفهم ويكون في تثقيف
في التعريف بهذه الفرق بشكل عام ومواقفها. وأنا قلت قبل شوي أنه الأقرب إلى الصهيونية بشكل عام بروتستانت، الوسط كاثوليك، الأبعد الأرثوذكس. حتى هون العرب في مقاومة إسرائيل اللي المسيحيين اللي يعني شاركوا في الموضوع بكونوا أرثوذكس بالدرجة الأولى، بكونوا أرثوذكس بالدرجة الأولى، بيت جالا بيت لحم إلى آخره، تغلب في رام الله بيغلب الأرثوذكس، في بير زيت بيغلب البروتستانت. تمام، مش قضية احنا المسلمين ما يعني هذه المسائل ننظرش بطريقة الغرب الحاقد في هذه المسائل، لا يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. المسلمين بتميزوا على كل الأمم في أنه القرآن هذبهم وجعلهم في تعاملهم مع الأمم الأخرى تعامل فيه قسط وعدالة. تمام، طيب الآن جاء هذا الإنسان من استراليا واشتغل الشغل القتل في نيوزيلندا. على فكرة نيوزيلندا شوف هو جاء مستورد يعني مش من أهل البلاد. نيوزيلندا مع أنها هي تابعة التاج البريطاني الملكة إليزابيث كملكة يعني رمز، وكثير منهم أصلا غربي أوروبيين وبالذات بريطانيين مهاجرين لنيوزيلندا ومستعمرين إلها وغلبوا على السكان الأصليين، لكن هي كانت في الإحصائيات اللي تخرج عن الدراسات المختلفة إنه أكثر بلد آمن في العالم، في العالم كله أستراليا. نيوزيلندا أيوة هيك لأنه مرات ممتاز. إذن نيوزيلندا أكثر بلد آمن في العالم حسب الدراسات سابقا، لما كنا نطلع كنا نلاحظ أنه نيوزيلندا أولا، ثم شعبها بيختلف عن الشعب البريطاني، شعبها بيختلف عن الشعب البريطاني. الشعب البريطاني مثلا ممكن تجده متكبر، مش معني أنه يختلط فيك كمهاجر أو كذا أخيري بشكل عام يعني، وبارد هيك في التعامل، لكن هناك نيوزيلنديين بيقول لك لا هو بيتقرب لك، هو بيحاول يتعرف عليك، هو فيهم يعني طيبة، لأنهم بعاد على فكرة بعاد كثير ها هناك في أقصى العالم ها فهم بيختلفوا. حتى قضية أنه مثلا تغرب الشمس مش زي باقي الدول الأوروبية أو حتى العربية، اليوم بيظلوا الناس سهرانين، لا بتلاقي الشوارع فضيت وكل المحلات سكرت والناس روحت، أولادهم بيعرفوش البلفونات اللي بتعرفوها هاي، أو حتى في النهار لما بتمشي انت بتتفاجأ وين الناس، كلها مضبوبة في أشغالها، وفي الليل كلها في بيوتها. الشعب النيوزيلندي بيختلف عن الأوروبيين، مع أنه أصلا أوروبي جاء واستعمر نيوزيلندا على حساب برضو أهل الأصليين. لاحظوا، ويبدو أنه كما قلنا هي أكثر بلد آمن لأسباب كثيرة، ومن هون ممكن هذول الناس أخذوا على حين غرة. إيش يعني؟ هم طبعا الآن راح يكونوا مستائين أكثر الناس، لأنهم هم معنيين أنه بلدهم يظهر أنه هو البلد الأول الآمن في العالم. جاهم هذا من أستراليا، وانتوا لاحظوا موضوع أستراليا، كل ما الولايات المتحدة بدها تعمل عمل عسكري أو تجد مين بيمشي معها، استراليا وبريطانيا، ما هو هذه كلها بروتستانت. الذي يغلب في الولايات المتحدة البروتستانت، يغلب في بريطانيا بشكل ساحق البروتستانت، ولا هي قصة الصراع في بريطانيا اللي بين بروتستانت وكاثوليك، مين اللي بيمثل الكاثوليك؟ ايرلندا. هو هذا اذا شو قصة، على فكرة شو قصة الصراع بين بين الايرلنديين والبريطان بشكل عام؟ كاثوليك وبروتستانت، كاثوليك وبروتستانت. العاصمة بلفاست نفسها، ما هو على فكرة ايرلندا في عندك ايرلندا مستقلة، جمهورية مستقلة اغلبيتها كاثوليك، بقي في بريطانيا في ايرلنديين بدهم ينفصلوا عن بريطانيا لصالح ايش؟ ايرلندا الشمالية، لانهم اثنين كاثوليك.
مع أنه قوميتهم واحدة في الأصل، قومية واحدة، فكل ما عملوا انتخابات مشان يشوفوا أنه ينفصلوا ولا ما ينفصلوش، الأغلبية البروتستانتية من الإيرلنديين تصوت أن تكون مع بريطانيا، واللي هم أقل شوية من الكاثوليك بصوتوا على الانفصال عن بريطانيا مشان يكونوا لهم علاقة بإيرلندا الشمالية الجمهورية الكاثوليكية برضو. وفي بينهم معارك طويلة، حتى إنه البروتستانت بتعمدوا في ذكرى معارك معينة انهزم فيها الكاثوليك إنهم يمروا يحتفلوا في شوارع بلفاست، اللي من هون بروتستانت ومن هون كاثوليك وقومية واحدة في الأصل، بيحتفلوا على عينهم إنه إحنا اللي هزمناكم، وبتكون احتفالات. فالثورة نفسها، يعني أنا أذكر صحفي قديما هو جاني من بريطانيا وأنا أتحدث، حاول يعني إنه يحول يعني الصراع القائم يوصفه بأوصاف ثانية، قلت ما قدر، قلت فهمني ليش الإيرلنديين البروتستانت بصوتوا مع بريطانيا والكاثوليك بصوتوا مع بحيث ينفصلوا ليش، ففهمني، وهم شعب واحد، والطريق الطريق اللي بقسم في بلفاست هذا بروتستانت وهذا كاثوليك، شو اللي بيفرقهم، هم مصالح ولا ايش؟ ما تظنوش انه الشعوب يعني لا تتأثر بأديانها بغض النظر شو الدين، وما لوش عمق في نفوسهم، وانه الغالبية العظمى تتعصب حتى غير المتدين، حتى غير المتدين بظله مربوط في دينه وعقيدته، لانه بيختلط قضية ماضي وحضارته بدينه، فبالتالي بتقدرش تفصل انت. ها، واذا الصراع هذا اللي بين كاثوليك وبروتستانت في بريطانيا، ها، اللي كنتوا تشوفوه عسكري وتفاصيل، كله اساسه هاي القضية. ولا هو يعني ايش معنى روسيا الارثوذكسية؟ اوروبا كلها بترفضها، ليش ما ينضموا للاتحاد الاوروبي؟ ما هم لا ارثوذكس، هذول ارثوذكس. انتم ما تظنوش انه ليش تركيا لحد الان هم رافضين، مع انها هي موجودة بحلف الاطلسي من زمان قبل رومانيا، ليش الدول اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي انضمت تصوروا اللي كانت في حلف وارسو، بعض الدول اللي كانت في حلف وارسو يعني حلف الشيوعيين، بعد سقوط الشيوعية وتحررها هذه الدول برضو من الشيوعية، قبلتها اوروبا تكون ضمن ايش؟ ضمن الاتحاد الاوروبي، وتركيا اللي في حلف الاطلسي من قديم برفضوها، ليش؟ ايش يعني في اشي ثاني غير الاسلام؟ طب وايش في اشي ثاني ما يقبلوش روسيا غير ارثوذكسية؟ ولذلك ارثوذكس حتى هذا يعني العداء على فكرة. طب تجوز تقولوا لي انتو طيب اليونان ما هي ارثوذكس وداخلي في الاطلسي، ما هي زي برضو لما دخلت المسلمة اللي هو ما فيش اسلام كان وقتها، المسلمة تركيا دخلت، برضو اليونان دخلت في ولكن لما في مسألة البوسنة والهرسك وقضية الصرب، ولما الأمم المتحدة قال والدول الأطلسي، دول الأطلسي بلاش الأمم المتحدة، دول الأطلسي لما أجت ضربت بعد ما تركوا الصرب يقتلوا، وأجت الوقت اللي ينهوا القضية، فأجوا هددوا الصرب أرثوذكس على فكرة، وبدأوا يقصفوها، مين اللي احتج من دول الأطلسي كلها؟ اليونان احتجت على ضربة الأطلسي وهي عضو في الأطلسي، ليش؟ اليونان أرثوذكس والصرب أرثوذكس. طيب وروسيا وقتها شو قالت؟ احتجت أيضا روسيا الأرثوذكس، قالت ما ينساش الأطلسي إنه إحنا عندنا نووي ويرضوا، عندنا نووي، ليش؟ أنتم مصلحتكم مع مين يعني؟ كيف صارت مصلحتكم مع صربيا؟ أنت ما تظنوش إذن إنه الشعوب بشكل عام مهما بلغوا كفرها ومهما بلغ انحرافها إنها يعني تنسلخ عن أديانها وماضيها وتراثها، تمام؟ وإنه هذا الماضي والتراث والدين إنه ما بسيرش، لا، هذا لو بدك تيجي تدرس كله تجده أمامك واضح، ملوش تفسير إلا. ولا هو يعني
لما لما يوغوسلافيا القديمه بتتحلل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما كانت شيوعيه، بتتحلل بعد موت تيتو وزوال الاتحاد السوفيتي، بتتحلل لدول. سلوفينيا مثلا ما صارش فيها قتال، على حدودها دول اوروبيه ثانيه بتشاركها في العقيده، فما استجروش. الصرب يشتغلوا، كرواتيا كاثوليك، صار صراع بعدين انحسمت واستقرت كرواتيا الكاثوليك، ذبحوا المسلمين في بوسنا وهرسك وكوسوفو والعالم كله بتفرج انه مسلمين. لكن الجبل الاسود بعد كل هذا اللي صار في سلوفينيا وكرواتيا وبوسنا وكوسوفو اللي انفصلوا، تحللت يعني يوغوسلافيا، وصربيا الان هي الاساس، تمام. الجبل الاسود صار فيه انتخابات واستقل، لكن ما صار حرب لانه أرثوذكس مش مستعدين يقاتلوهم، مش مستعدين الصرب الأرثوذكس يقاتلوا الجبل الاسود لانهم أرثوذكس، فقبلوا انتخابات وقرروا انه ينفصلوا وانفصلوا الجبل الاسود، تمام. لكن ما قبلوش في موضوع كرواتيا الكاثوليكيه ولا الكوسوفو والبوسنة المسلمين. الان طبعا لا شك انه الغرب بشكل عام كشعوب اختلف قديما عنه حديثا، يعني بمعنى اخر لما تيجي تدرس ماضي في التعصب والاجرام، الاجرام يعني اكثر امم مجرمة في العالم، وياما قتلت مش من شعوب مخالفة لها في الدين فقط، لا، وقتلوا بعضهم كفرق. ياما البروتستانت قتلوا في الكاثوليك والكاثوليك في البروتستانت، وتفاصيل طويلة، الى درجة انه الاتحاد السوفيتي لما تحلل وصارت روسيا طبعا رجعت للأرثوذكسية، تصوروا البرلمان الروسي صوت على قرار لا يزال ساري. شو هو القرار؟ بيقول انه اي دين لم يكن موجود في روسيا قبل 1917 لا يجوز التدين فيه. هذا قرار الان اتخذوه البرلمان بعد ما تحررت روسيا من الشيوعية، اتخذت هذا القرار في البرلمان المنتخب من الشعب. اي دين لم يكن موجود في روسيا قبل 1917، يعني قبل الثورة البلشفية، اذا ما كانش موجود ممنوع التدين فيه. ايش بقصدوا؟ بقصدوا انه المسلمين موجودين قبل 1917 يجوز التدين بالاسلام، الارثوذكس موجودين تدين بالارثوذكسية، الكاثوليك كانوا موجودين تدين بالكاثوليكية يجوز، البروتستانت ما كانوش فممنوع تصير بروتستانت، افهمها. يهود كانوا موجودين يجوز، يعني بإمكانه يصير يهودي، بإمكانه يصير مسلم، بإمكانه أرثوذكسي، بإمكانه كاثوليكي، بروتستانتي ممنوع. ليش؟ لأنهم فاهمين على بعض وفاهمين أنه هذا بلد الآن كان في الإلحاد وضعف اقتصاديا وتحلل، الآن الدول البروتستانتية ما هي بتستغل الوضع بالأموال والتفاصيل، وبتخش على روسيا وبتحولها، وطبعا بتحولها بقصد إيش؟ بقصد استعماري. لانه شوفوا انتم مثلا امريكا قديش بتظلم الدول، امريكا الجنوبيه قديش لها في من ظلم ومذابح في امريكا الجنوبيه، اللي هم اصلا كاثوليك في غالبيتهم في امريكا الجنوبيه. فما تظنوش انه. والان ايش قصه روسيا على جنب والعالم الاوروبي على جنب؟ شو تفسيرها؟ ما انتم مسيحيين. لا، الله سبحانه وتعالى بيقول فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. واليهود إيش؟ وألقينا بينهم العداوة، اليهود وألقينا الواو، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذول شوفوا اليهود، أنتم بظنوهم من بعيد كله تمام، والفرق لو لما تدرس شو في فرق وشو هذه الفرق متنازعة، شيء عجيب، كله رحمة من الله. تحسبهم جميعا
لأنه الباطل إذا بكون يد واحدة مشكلة مشكلة. في زماناتها بريطانيا لما جاء نابليون وحاصر عكا، انتوا بتظنوا بس يعني انه عكا انه صمد فيها يعني الجزار مع الجيوش البرية، اللي كانت تناوشه، لا، ولا والاساطيل البريطانية كمان كانت ايش تضغط من البحر، البريطانية بدهاش فرنسا يعني. طيب، وبتعرفوا انتوا فرنسا لما احتلت مصر 1798 واقامت فيها اكثر من سنة واربعة اشهر، لما نابليون اضطر، طبعا هون لما اجوا عندنا هون وقصة عكا وما عكا والتفاصيل يعني اخذت لها 3 اشهر واشي، ما طولش عندنا يعني، هذه قصة جيد نبقى نشرحها في غير هذا الدرس اللي هو تفسير. طيب شو رايكم انه طبعا اضطر نابليون يترك الجيش الفرنسي في مصر ويذهب الى فرنسا لاسباب، وترك قائده كليبر. كليبر في اكثر من شيء ضايقه في الموضوع، فالان بده ينسحب، ولكن بده ينسحب بامان، فالدولة العثمانية استعدت تبعث اسطولها لينقل الجيش الفرنسي واخراجه من مصر الى فرنسا. بريطانيا قالت لا، ما بيطلعوش هذول، ما هي بريطانيا محاصرة في اسطولها، والاسطول البريطاني كان اقوى اسطول بحري، لانها اصلا هي بريطانيا بحرية من اصله ولها تاريخ في البحرية. بريطانيا رفضت انه يطلع الجيش الفرنسي ويروح على فرنسا بامان، قال لازم يستسلموا. فاضطر كليبر انه شو يبقى فيه، وحصل انه لما بقي كليبر انتصر على العثمانيين في معركة، وشاف حاله قدر يضبط حاله شوية، لما كان يعني تصوروا بريطانيا هالموقف، جعلت الرجل فيما بعد حتى فكر انه يعمل له مشروع وهو يستمر موجود. كليبر، طالما ذكرنا كليبر خلينا نفرق الان بين هذا الرجل اللي قام بالعملية الدنيئة. اذا بتلاحظوا هذا على فكرة مش بس هو، الغربيين طول عمرهم بهالطريقة، اصلا طول عمرهم غدر. هذول الناس اللي بيقولوا انه ديننا دين السلام هم اكثر ناس مارسوا الوحشية والحروب وقتل الشعوب. والغريب انه زي ما قالوا رمتني بدعيها وانسلت، يعني بينسوا ماضيهم الاجرامي وحاضرهم كمان في قتل الشعوب، ها، وبيزعموا انهم هم يعني غيرهم الوحشي، هم لا. شوف قديش هم كمان دنيئين وكذابين. كليبر نتيجة ما قام به من أعمال في مصر، جاء شخص اسمه سليمان الحلبي من حلب، يعني هو كان بيعرف مصر، كان جاي يدرس في الأزهر، لكن نتيجة ما استمع لأعمال كليبر البشعة في مصر فجاء وقرر أن يغتاله. شوفوا شو عمل شخص سليمان الحلبي، قرر أن يغتال القائد العام الموجود في مصر، وفعلا استطاع أنه يطعنه وقتله، لكليبر. شوفوا الآن الانتقام والثأر، لاحظوا شو عمل، لاحظوا وين ركز، وبالتالي لازم يفهموها المسلمين. شوفوا هذا الإنسان عنده وعي، هو بيعرف اللي أجرم الرأس، فقرر يقتل الرأس، تروح تعصلي على الذنب. لذلك المسلمين يعرفوا كيف تكون ردود الفعل، وين تكون، ومين المجرم، ومين الأساس، مش يروحوا في الهوامش اللي بتأثرش يعني. فخذوا الدرس من هذا سليمان الحلبي، جاء وقتله. طبعا الفرنسيين، هذا 1800، واتصور انه كانت هي السبب قتل كليبر، انه رحلوا الفرنسيين. شوفوا، ها، يعني حتى فعلته مالها لهذا الرجل، كان عمره يعني 24 سنة
سليمان الحلبي 24 سنة. أتصور بعد ما كانت نوايا كليبر أنه يستمر في استعماره والامتداد، أجا وضع حد لآمال بقتل كليبر. شوف الآن، إذن الأصل الناس تفكر وتشتغل الشيء المجدي، المجدي، مش جهودك تروح عبث في هوامش. تمام. طيب، طب شو رأيكم هذول الناس اللي بتبجحوا كيف قتلوا للرجل؟ أول شيء حرقوا إيده ووضعوه على خازوق. إيش يعني خازوق؟ إذا عندك أنت الحديد مبوزة ثابتة في الأرض وبقعدوه عليها، وقعد ساعات، قعد ساعات وهو يتألم بهذه الطريقة. هذول هم تيجي تقول لي هذا اللي جاء من استراليا؟ طيب وشو كمان؟ الآن جمجمة موجودة عندهم وكاتبين عليها مجرم لحد الآن جمجمته. شوف تصور، طب انت شو بدك في الجمجمة والجثة؟ اخذتوا الجثة وعارضين جمجمته وكاتبين انه مجرم. تصوروا انسان بطل، يلا خبيتكم تعرفوش الفروسية انتو. طيب هذا انسان قام بعمل بطولي، قام بعمل بطولي، الاصل العدو المحترم المحترم بيحترم، ما هم مستعمرين وهم عارفين انهم مستعمرين وعارفين انهم قتلوا الناس وعارفين قتلوا المشايخ، قتلوا مشايخ مع سلمان، مع سليمان الحلبي مشايخ، وياما قتلوا من مشايخ الازهر وغيره. تمام، لانه قامت ثورات ضدهم تعمل لحد اليوم موجود، جمجمته موجوده وبوصفوه ايش؟ مجرم. تصوروا، طب هم ايش؟ هم ايش اللي قتلوا ملايين الشعوب؟ ايش هم؟ اذا واحد بطل والاسفل منهم الفراخ الموجودين في بلادنا، الفراخ الموجودين في بلادنا واللي اساس المشكله لحد اليوم، من الطغاة اللي على العروش واذنابهم اللي ما بينتموا للامه على فكره، واسوأ من كل ما بتسمعه من اعداء الامه. شو رايكم؟ بيعجبهم مش انه يكون الناس بتعتز بواحد زي سليمان الحلبي. شو بكتبوا على فكرة؟ زي اعلام السيسي ساقط وغيره، شو بكتبوا؟ بيحاولوا ياخذوا وجهة النظر الفرنسية ويعتبروا انه هذا الرجل قام بهذا العمل لمصالح شخصية. اعلام مين على فكرة؟ اعلام الساقطين والجواسيس. بيجوا بقلبوا الناس انه انتوا قاعدين بتعلموا الناس سليمان الحلبي انه بطل، وبتسموا شارع من شوارع القاهرة باسمه، بلومه قال وهذا الرجل هو مجرم. تصوروا مجرم قتل مين؟ حتى تعرفوا لما اليوم بتسمعوا بابن زايد وابن سلمان وسيسي، هذه الافراخ هذه واللي والجوكا اللي معهم في كل مكان، هذول اعداء للامة. ولا ما سمعتوش كمان اللي بيقول اللي بذم صلاح الدين؟ حتى بذموا صلاح الدين، وطبعا مش راح يذموا صلاح الدين وبس، راح يذموا القرآن ويذموا البخاري ويذموا سنة الأمة وأبطالها إلى آخره. طيب، لكن هذه أمة على فكرة حية. هو تفسير الآيات كان لازم، بس عادي احنا لابد أن نوضح أمور. طيب في موضوع هذه القصة، وزعامات أوروبية لها تصريحات كثيرة مضادة للإسلام بالذات. طب شو قصتكم مع الإسلام؟ والغريب في مع ذلك فيهم أهل حق. في عالم على فكرة، عالم سياسي أمريكي، عمل أبحاث من ضمن هذه الأبحاث، أخذ العالم الإسلامي وأخذ معدل في القتل، جريمة القتل، فوجد انه من كل مئة ألف شخص، من كل مئة ألف شخص في المعدل في المجتمعات الإسلامية، معدل جريمة القتل 2.4. في باقي العالم غير الإسلامي المعدل 7.5. فشو قال؟
قال مسلمين أكثر قتل أقل. يعني وين في مسلمين أكثر وين في قتل أقل؟ في ناس أهل حق. طب وليش قصتهم هدول؟ لحظة، إيش قصتهم هدول؟ طب ما هم عندهم إحصائيات وبيعرفوا قديش في جاليات إسلامية، قديش في بينها جريمة، قديش في جريمة في فيهم هم. مجرم كتب في التقرير تبع إنه اختار المسجد هذا بالذات لأنه عليه إقبال كثير. المسجد عليه إقبال. الآن هذا هو لك كل لقدام شوي بتصير تحليلات وبتصير الأمور. فالجيد هو قضية إنه لازم يكون في ردود فعل ولازم الناس تتحدث، لأنه هذول بيستحوش إلا إذا خافوا. بيستحوش إلا إذا خافوا. إذن برد أكرر، وجد إنه من 100,000 إنسان في السنة في قتل في المجتمعات الإسلامية 2.4، في باقي المجتمعات اللي ما هيش إسلامية المعدل ما هو أخذ معدل 7.5. وهذا على فكرة اللي بيحصل، كله اللي بيحصل على فكرة راح يصير تفاعلات في العالم كله، تفاعلات اللي مش قصد الحادثة هاي واللي قبلها واللي قبلها، راح يصير تفاعلات كله راح يكون لصالح توعية الشعوب اللي في عصابات وفي تنظيمات وفي تفاصيل طويلة في محاولة الاستحواذ على هذه الشعوب ومنع انه يكون الاسلام يوصلها. ود كثير، مش الاكثر على فكرة، مش الاكثر، كثير، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليش؟ حسد من عند انفسهم ليكون جاهلين من بعد ما تبين لهم الحق. اذا ما تظنش يعني انه مرات في ناس مش فاهمة، لا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني مش معذورين، بيعلموا. ففي طبقات على فكرة وجماعات وكنائس، وطالما بدي اذكر كنائس اذكركم بس شغلة واحدة. سنة 2001 عقد في القاهرة مؤتمر تقريب، أو يعني حوار مش تقريب، حوار أديان، وحضروا مسلمين وحضروا الكاثوليك وبيمثلهم البابا، يعني بقصد من الفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي. الآن في الأخير طبعا بدهم يكتبوا البيان الختامي، وبما أنها في القاهرة غالبا مين اللي راح يكتب البيان الختامي؟ الناس الأهل المسلمين معناته. فيبدو أنه اللي كتبوا هذا الصياغة من ضمن ما صاغوا طبعا هو تكلموا عن الديانات السماوية والقيم الدينية النبيلة والقيم. شوف، الديانات السماوية، والله هذا كذب، والله هذا كذب. وين هالديانات السماوية؟ هو كم دين سماوي موجود؟ هذا كذب، ما فيش إلا دين واحد، دين الله واحد. بس هذا بتعرفوا مرات المسلمين بتجد يعني، وعلى كل أخذوا دروس، هاللي كانوا يخوضوا هذه القضايا أخذوا دروس وعرفوا أنه كلام، وهم أكثر الناس الآن بيعرفوا شو يعني الغرب. فلما جو كتبوا في البيان الختامي الديانات السماوية وإيش قلنا والقيم القيم السماوية النبيلة الربانية، حتى ما شو قايلين سماوية، القيم الربانية. فلما جو بدهم يوقعوا الفاتيكان رفض يوقع، قال احنا مين قالكم انه بنعترف انه الاسلام دين سماوي وانه قيمه قيم ربانية؟ بكل وضوح منوقعش، انتو يا مسلمين مش دين سماوي ولا قيمكم قيم ربانية. شفتوا؟ خليهم بيستاهلوا على فكرة، بيستاهلوا ياخذوا مثل هيك صفعات، وهذه نعمة من الله حتى يعرفوا انه الاصل في المسلم يكون واضح. ايش يضرك انت تكون واضح معاه؟ ليش تكذب عليه؟ وبعدين ليش هو يستفز تكون واضح وتبين له بمنظاري انا الوحي السماوي الرباني انت كافر؟ ايش يضره؟ يقول عني انا كافر ويشوفني بنرفز. قد ما بتوثق بنفسك وقد ما بتوثق بعقيدتك بصير لك ردة فعل. لو كل العالم قال عن المسلمين كفار ايش يضرنا نحن؟ ايش يضرنا نحن يعني؟
وبعدين ليش النافق؟ ليش مصلحة الناس في انك تخبرها الحقيقة؟ شوف الوقاحة، ما بيستطيعوا يثبتوا انه دينهم اصلا له علاقة بالسماء اطلاقا، ما بيستطيعوا على فكرة. واما القيم النبيلة والقيم الربانية، يا عيني لو تقرأوا فيما يسمى بالكتاب المقدس، ايش عجيب، لا يوجد على وجه الكرة الارضية دين فيه قيم يستحي منها البشر كما هو في الكتاب المقدس. وانا سبق انه قرأت لكم من سفر يشوع مجرد امثلة وغيرها من الاسفار في الكتاب المقدس. ونكذب ليش؟ لو انت الشعوب تظلها مستلطخة ويقودوها ماسونية وغير ماسونية وكنائس حاقدة وغيرها، مش يعني كل الكنائس حاقدة، ما انا قلت لكم هذول ايش اشكال والوان، اشكال والوان. انت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، لكن استثنى الله احد منهم، شو تكملة الاية؟ الا الذين ظلموا. طبعا منهم، والاصل حتى في الجدال الاصل تكون انت بالتي هي احسن، مش بالحسنة، قد ما بتقدر توصل احسن، لكن الظالم منهم والمتغطرس والتفاصيل هذا له حساب ثاني، تمام؟ وهذا لا تجده الا في الاسلام الكلام هذا الكلام. طيب تصور وين الوقاحة؟ قال لا نعترف. طيب يعني ما قالوش الاسلام، هم بيقولوا الاديان السماوية والقيم الربانية النبيلة، ما قالوش الاسلام. خوف يفهم انه هذول الملتقيين ما هم مسيحيين ومسلمين، يفهم انه الاسلام هم بيعترفوا بالاسلام، وكأنه الاسلام مستني اعترافهم، وكأنه الاسلام مستني اعترافهم، وكأنهم لقدام شوي هم، يعني هم اصلا ما هو شعوبكم كفرت شعوبكم كفرت بالدين اللي عندكم، لانه ما يستطيع اصلا يثبت انه من عند الله. واحنا الان مش وقته، ولكن الاصل انه احنا هم احرار، لست عليهم بمسيطر، احنا الوحيدين اللي بنقول انتم احرار، بس مش احرار انه احنا نكتم الحقيقة ونخدعكم وننافقكم، لا، لازم تعرفوا بالنسبة لنا، لانهم هم فكرة معنيين فينا احنا، لانهم مدركين من بعد ما تبين لهم انه الحق. ما هو كيف بتبين؟ ولا في اسهل منها. احنا على كلين اللي بنقول الله واحد، وهم اللي بيقولوا الله يولد. هم احنا بنقول الله واحد، وهم اللي الله بترك ابنه يعاني على الصليب. والواحد فينا مش ممكن يترك ابنه يعاني. شو هالكلام هذا؟ هذا هو الدين السماوي، وهذه القيم النبيلة اللي في سفر يشوع وفي باقي الاسفار المقدسة. طيب، ولذلك هو مثل هذه الاحداث اللي بتصير على فكرة لازم يوعى المسلمين بحقيقة الغربيين بشكل عام، ولازم تعرفوا انه الشعوب بشكل عام، الشعوب مستلطخة ومغيبة وتزيف ادمغتها، ولذلك المعركة قائمة. ولذلك قلت انه في علاقة بين هذا الكلام تكلم فيه قول الله سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك كل حدث من الاحداث لازم ينفخ في الامة، ينفخ في الامة على فكرة حتى تبادر ايش؟ تبادر ايش؟ لتعريف البشرية. البشرية هاي اللي هي ايش؟ اخذوا البشرية زي رهائن، بيمنعوها يوصلها كلمة الحق. ولا الغالبية العظمى من الناس على فكرة لما اليوم خصوصا في علم وفي ثقافة، وبدأت الناس تنفتح الشعوب على بعضها البعض، الغالبية العظمى من الشعوب على فكرة جاهزة تستقبل الحق. هم بيبذلوا كل جهودهم ليمنعوا الناس توصلها كلمة الإسلام الحق. طيب والمسلمين اليوم فوق مليارين على فكرة، فوق مليارين، واليوم صار فيه علم وثقافة. الآن هذا الرجل اللي جاء من أستراليا، وما أدري ليش ما راح وقام بعمله بأستراليا، راح على البلد المسكين نيوزيلندا والناس البسطة، الناس اللي بيقول لك بعيدين عن العالم احنا، وحتى هم حتى الحضارة الغربية كلها شالحينها بمعنى الكلمة الى اخره، يعني في كثير من الشغلات الشكليات اللي بيؤمنوش فيها، التفاصيل طويلة. طيب هذا بقوله
انه لما جاء وزار اوروبا، هو كان في اسرائيل في يوم من الايام كمان، لما كان في اوروبا رجع حاقد. ليش؟ انتوا عارفين ليش؟ هو عم بيلاحظ انه الاسلام ايش بيقتحم في اوروبا. بقول احنا مستعمرين، بيقتحم. طب هو اقتحم الاسلام في اوروبا يعني عن طريق المدفعية ولا النووي ولا عن طريق الاسلحة؟ طيب ما هو اذا كان دينكم دين حق، من ايش خايفين انتو؟ ثم الاسلام، ليش منتشر الاسلام مع كل تزييفكم ومع كل كذبكم والاعلام، الاعلام ليلا نهارا، وارهاب ومش ارهاب، ومسلمين ومش مسلمين، وهم اهل الارهاب وهم اصلا اهل الجرائم. طب وبنتشر الاسلام، شو القصة؟ اذا انتبهتوا، اذا بدوا يشعروا. ولذلك خليني اقولكم شو القصة ببساطة، هي الآية اللي قرناها، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب انا قدمت مقدمات انه هدول الشعوب بشكل عام دائما تراثها وماضيها وعقائدها السابقة تسيطر عليها حتى عند الملاحدة. لذلك احنا الملاحدة عندنا اللي تركوا الشيوعية، المسلمين رجعوا مسلمين والمسيحيين مسيحيين. يعني مش الشيوعيين المسيحيين صاروا مسلمين، ولا المسلمين الشيوعيين اللي اصلا صاروا مسيحية. هالمسلمين اللي كانوا شيوعيين مش مؤمنين بالله رجعوا مسلمين، والمسيحيين رجعوا مسيحية. شو هذا؟ كيف الشعوب هاي وسيطرت فبالتالي لاحظوا، هدول بدوا يلاحظوا انه الاسلام هم ضعاف امامه كفكرة، وانه هالمسلمين ما بعطوا اي مسوغ، خصوصا الموجودين في المجتمعات الغربية مش عم بعطوا ولا مسوغ، وبيقتحموا والناس بتسلم. طب ما هم برصدوا هالكلام وبيبدوا ايش يحذروا، ما يحذروا ويحذروا. هذا الرجل لما بيأتي هو اذا لاوروبا بقول لك احنا صرنا مستعمرين. استعمروكم كيف المسلمين؟ استعمروكم كيف المسلمين؟ يعني قوة الفكرة الاسلامية والفكرة السامية بتقتحم. طيب ولذلك انتم ما تظنوا ترامب، يعني لما بدأ ترامب برضو يجهر باللي يجهر فيه ضد المسلمين، برضو هذه هي هو وغيره، وفي قطاعات من الكنائس والكهنوت، وفي من السياسيين وغيره. ليش بيصرحوا؟ ليش بيرتفع وتيرة تصريحاتهم؟ وليش هم يعني منزعجين كثير؟ لانه ايه هذولا والله عال، اذا بنعطي حريات وبيستطيعوا الناس يتكلموا زي ما بدهم والى اخره، هذول المسلمين بيقتحموا. ولما تكون الفكرة مقابل الفكرة، هذول المسلمين قاعدين بيستعمرونا. طيب لذلك بتجدوا انتم من الشعوب عم بتقبلوا، والشعوب على فكرة بتتعاطف. اللي حصل الان من قبله شوفوها راح يكون له ردود فعل ايجابية كثير. يعني بعد قصة الرسوم المسيئة في الدنمارك وغيرها كثير ناس اسلمت. بعد احداث سبتمبر الملفقة كثير ناس اسلمت. مش عارفين منين قطبوها هذول الناس، مش عارفين انهم هم كل ما اثاروا قضية، ما هو اصلا هذه قضية عادلة الان في منظار الشعوب الان، انسوا السياسيين والناس المؤدلجين ضد الاسلام، من مفكرين من صحفيين من كهنوت من سياسيين الى اخره، اعلاميين حرب، وفي تنظيمات سرية وتنظيمات علنية في محاولة مواجهة الاسلام. هاي الان قضية عادلة امام العالم كله، لماذا يقتل المسلمون؟ الان راح يكون في اسئلة، والبشر على فكرة في على فطرتها السليمة، الغالبية العظمى من الشعوب على الفطرة السليمة، بدهم يتساءلوا ليش بنقتلوا هدول؟ ايش الاسلام؟ هون مشكلتهم عادي، هون مشكلتهم. مشكلتهم اذا بدكم ترصدوا راح تجدوا التحولات، صح؟ تحولات الان راح تكون لصالح الاسلام. ما يظنوش الناس انه ها هم الان، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ولكن راح تشوفوا انه هاي مثل هذا الحدث وغيره بخلي الشعوب تقبل، زي ما كان يحصل من اول يوم لما كانوا يقتلوا المسلمين في مكة وغيرها، يقتلوا المسلمين في مكة وغيرها، وياما قتل المسلمين عبر التاريخ، وكان هذا يفتح عيون الشعوب. ليش المسلمين وليش تتعاملوا معهم بهالطريقة؟ بمجرد ما
تعرفوا بيأخذهم الإسلام، لذلك هم راح يندموا. طيب، وكل ما بتشعروا إنه وتيرة العداوة ازدادت والصياح ازداد، يعرفوا إنهم ما بيصيحوا إلا من الألم. أنو ألم؟ ألمهم إنه الدنيا بتهتز من تحت أقدامهم، الإسلام بيقتحم، فبيعلى صوتهم وبيشتد عدائهم. لما كانوا أبنائنا بيروحوا للغرب جهلة، رايحين فقط مشان يشتغلوا وأشغال تقريبا دنيا في منظار الغرب، وبوسطة وناس بوسطة ما كانوش يعادوهم ولا يشعروا بالعداء. لكن لما صار في مثقفين وصار في علماء وصار في دعاء ويستطيعوا يتكلموا باللسان كمان اللي بيفهموا الغربي، وعندك العولمة اللي اخترعوها هم والآن بلطموا خشوا المسلمين وراح يخشوا أكثر في العولمة، بعدها ايش بصير؟ بيهتز الأرض متهم. فبالتالي لما بتسمعوا صياحهم، دير بالكم هاي مش شعوبهم، هذا صياح المسيطرين المتغطرسين اللي مهيمنين على هذه الشعوب. ولا هون لقيت في الفرس لما قالوا لهم للمسلمين ما أقدمكم علينا، طب مين هذا اللي بيقول ما أقدمكم علينا؟ هذا الحكم، نظام الحكم. وعرضوا على المسلمين شو اللي بدكم إياه، أنتم جاهزين حتى إذا كنتم فقراء بنعطيكم، إذا كذا ارجعوا. بس المسلمين كانوا فاهمينها من أول يوم، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، فاهمينها من أول يوم، هذا اللي جايين إله. نعم، هذه مسؤولية المسلم بالنسبة لهذه الشعوب التي أضلت وأضلتها كهنوت وقساوسة وسياسيين وغيره، اللي بيمتصوا دماء هذه الشعوب. تظنوش يعني إنه هذه الشعوب يعني فرحانة، هذه الشعوب بتجري عبيد عبيد ليلا نهارا لصالح الطغاة، لصالح الطغاة، وهذا نفصل فيه فيما بعد. هذا خلاصة الموضوع اللي راح تشوفوه. مثل هذا الحدث المؤلم أولا يدل على خساسة الخساسة، هاي بيشتغلهاش واحد شهم ولا واحد عنده مبدأ أصلا. ثم هو لما بذكر معارك قال المسيحيين مع المسلمين، يخرب بيتك، طب اذكر معارك المسيحيين في قتلهم للمسيحيين. لم يقتل المسلمين من المسيحيين عبر التاريخ في المعارك الشريفة واحد على ألف من اللي قتلتوا انتم من بعضكم البعض. ليش هو الحرب العالمية الأولى مين ومين؟ الحرب العالمية الثانية مين ومين؟ ليش حرب الوردتين مين ومين؟ حرب الثلاثين عام مين ومين؟ حرب المئة عام مين ومين؟ ما هو أصلا مخازيهم وكله قتلهم بعضهم ببعض. أصلا أوروبا كلها على بعض 10 مليون كيلومتر مربع، 10 مليون كيلومتر قارة أوروبا، أكثر قارة مقسمة، أكثر قارة مقسمة. إيش جديد صاروا يحاولوا بعد ما عانوا وعانوا وعانوا إنهم يعني يحاولوا يتفقوا؟ وأول ما حاول يخربشهم البروتستانت، طلعت بريطانيا مشان تضرب تضرب هالتماسك اللي ممكن يصير. مقسمة طلعوا عليها، فيش قارة مقسمة زي أوروبا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم، هذا هو. وبالتالي لحظة، هذا الفعل راح يؤدي إلى ردود فعل معاكسة يندموا عليها. هذا الفعل، لاحظوا الآن، هذا صياحهم اللي بتشوفوه وعدائهم الظاهر اللي بيجعلهم يخالفوا كونهم سياسيين، لأنهم مشهورين الغرب إنه سياسيين. شو اللي بيخليكم تخرجوا أحيانا عن زعماء عندهم سواء طوائف أو غيرهم، على رأسهم زي ترامب وغيره، شو اللي بيخليكم تخرجوا؟ هذا الصياح اللي بيصيحوه من الألم اللي بيجدوه. الإسلام بيقتحم. شو بدهم يعملوا مع 2 مليار؟ هم إيش بدهم يعملوا مع 2 مليار؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.